برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري ممثلا بالنائب إبراهيم عزار وحضور رئيسة اللجنة الوطنية لإحياء ذكرى مجزرة قانا السيدة رندا عاصي بري وممثلة رئيس مجلس الوزراء النائب بهية الحريري وحشدنا الشخصيات السياسية والأمنية والتربوية وطلاب أقيم في قاعة المؤتمرات في الجامعة اللبنانية احتفال مركزي ضمن الأنشطة التي ستقام بمناسبة الذكرى السنوية لمجزرة قانا 2019 قانا لن ننسى. وبعد النشيدين اللبناني ونشيد الجامعة اللبنانية عرض فيلم وثائقي عن مجزرة قانا. كلمة راعي الاحتفال الرئيس بري ألقاها النائب عزار. ومن أشلاء ودماء قانا الشهيدة كان الدرس العظيم، علينا أن نعلمهم إن كان للباطل جرأة التعلم والاقتداء، علينا أن نعلمهم أن مهما تعود الريح مولولة ذات أظفار وانياب، ومهما تعود صخابة نهاجة شرسة، ومهما مضى المتآمرون في كيدهم وغلهم، فليعلموا إنهم كلما نسجوا شبكة قطعناها. كما ألقى رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية النائب ميشيل موسى كلمة. فمجزرة قانا لم تحدث بفعل خطأ فني عسكري، بل أتت في سياق سياسة إسرائيلية منهجية مرسومة منذ نشأة الصهيونية بهدف تدمير الدولة اللبنانية القائمة على صيغة العيش المشترك. كما ألقى رئيس الجامعة اللبنانية البروفيسور فؤاد أيوب كلمة بالمناسبة. وسيبقى الجنوب وتبقى قانا وكل أخواتها رمزاً من رموز الشموخ والصمود والانتصار. رئيس الجمهورية ميشيل عون أرسل رسالة شكر لدعوته للاحتفال وتقديره لإحياء الذكرى. يسرنا أن ننقل إليكم شكر فخامة الرئيس وتقديره لمبادرتكم بإحياء الذكرى مواطنين أبرياء تشبثوا بأرضهم وسقطوا شهداء بنيران عدو غادر. إلى معرض الفنون كانت الوجهة، حيث أبدع الطلاب في استحضار تفاصيل المجزرة بلوحات فنية ومجسمات. السيدة بري أثنت على ما شهدته من إبداع للطلاب الذين أنجزوا في 10 أيام هذه الأعمال الفنية المميزة. أقف باحترام وخشوع أمام هذا المشهد وهذا التجسيد لحقبة تاريخية، وليس فقط لمجزرة قانا. ما نراه من إبداع من طلاب وأساتذة كلية الفنون في الجامعة اللبنانية يكرس أن صاحب الحق لا يمكن أن يهزم. أرى أن هذا الشباب اليوم يطلق أيضا صرخة من خلال لوحاته وألوانه، يؤكد أنه بحاجة إلى رعاية، ورعاية كبرى ورعاية عظيمة، لأنهم هم الثروة الحقيقية للبنان. بتوقيت المجزرة كان عمره 5 سنوات، يستحضر تلك اللحظات المؤلمة وكأنها الآن. كأنه بالمجزرة، يعني عم نشوف الصور والمشاهد كأنه وقع فينا، ويعني نطلع بالصور صحيح أنه يعني معبرة بس فيها كتير من الحزن والأسى والألم. هني حاربونا بعنفهم وبعنائدهم اللي سموه عنائد الغضب، هي عنا عنائد الأمل. استحضر هذا المعرض مجزرة قانا بكل تفاصيلها الموجعة والمؤلمة، ذكرى يتم إحياؤها كل عام للتذكير بهمجية وعدوانية العدو الصهيوني الذي لم يرحم لا الشيوخ ولا الأطفال. ويبقى الشعار قانا كي لا ننسى. من الجامعة اللبنانية في الحدث، رشا الزن هاشم، NBN.